حقيقة استبشرنا خيرا على أساس أن هذا البرنس غيتم إعادة تأهيل ديالو، إعادة تأهيل ديالو بمعنى إعادة الاعتبار لهذه المنطقة اللي أصبحت كتدخل في التراث ديال 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 مدينة الدار البيضاء. الإشكال دابا اللي مطروح هو أنه غير تفرقع قادوس ديال الماء، هذا القادوس ديال الماء تفرقع في الشانطي بعيد على البرنس، الشانطي تفرقع، هذاك الماء كله تم نازل دخل البرنس، كله غرقت الدنيا في البرنس. راه دابا وقع الناس ديال هذا اللي جاوا خدموا وحبسوا الماء، هذا راه يبان لك باقي لاطراس ديال المياهات اللي كنا غارقين فيها. فالسؤال اللي طرحناه هو انه اذا مشى تصبط الشتاء كي غيولي الوضع ديالنا، لا الناس التجار، لا الناس اللي في المقهى، لا الساكنه، حنا نبغوا نخرجوا. عيطنا على الجمعيه ديال هنا ديال برانس ديالنا، عيطنا على مول الشركه، ممثل ديال الشركه، لما قلنا لي راه عندك لابونت هنا راه نازله، راه الماء كيجي دابا من الشارع كيدخل يكب في البرنس، راه المفروض البرنس اللي خصو يكب في الشارع ويمشي في القوادس، انت راه عندك شي مقلوب ضربتي فينا وزدتي وقال لك ما توريونيش خدمتي وزاد بحالاته. الان كنطالبوا المسؤولين اللي عطاو لهاد الشركه هذه الفلوس وقالوا لها اللي جا الفلوس تقريبا وصلت 3 مليار، واللي ديجا حنا كان عندنا موقف في الاشغال ديالها في البدايه، كون ان لي فيغدور ما بقاوش، كون ان الجليج اللي محطوط متباعد فيما بينه ما كايناش واحد فينيسيون مزيان، رغم ذلك قلنا نتقبلوا هذا الشيء، ربما في المستقبل غيجي يتصلح اكثر، ولكن كيفاش غنوليو غنغرقوا صب الشتا نغرقوا؟ فهذا اللهم ان هذا منكر. فلذلك كنطالبوا المسؤولين السيد الوالي والسيد العمده ديال المدينه على انه يدخل باش يوقفوا ويراجعوا الشركه ويراجعوا جميع الامور اللي هما مرتبطين بها ويوقفوا على الاخطاء اللي كاينه. هذه راه اخطاء تقنيه غادا تسبب لنا مشاكل كبيره نهار غتصب الشتا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.